نحن في المسجد العثماني تيزداراكي وسط أثينا، والذي تحول منذ بداية القرن العشرين إلى متحف للفنون الشعبية اليونانية. هذا الفضاء احتضن أخيراً معرضاً للأصوات الموسيقية، أبطاله أربعة موسيقيين من جنسيات مختلفة أرادوا خرق الصمت المخيم على المكان لاستكشاف أصوات موسيقية جديدة لا يعرف سرها غيرهم. بعد أن اتصلنا بوزير الثقافة اليوناني، وجدنا هذا المسجد الرائع المخفي في قلب أثينا. هندسته المعمارية جعلته مكانا مثاليا لمعرضنا. طارق عطوي هو فنان صوت إلكتروني من أصل لبناني، يستخدم العديد من برامج هندسة الصوت الإلكترونية لدمج توليفات موسيقية مختلفة مع الاستعانة ببرمجيات الحاسوب. عطوي قدم مشروعه هذا في المعرض الفني الدولي دوكيمنتا في نسخته 13 في مدينة كاسل الألمانية. ستشاهدون موسيقى كهربائية وإلكترونية. الفكرة بدأتها في دوكيمنتا 13 في كاسل الصيف الماضي، وعملت على تطويرها في هذا المعرض. هذه الليلة في أثينا سأقدم نسخة جديدة من عمل الموسيقي الذي يتميز بأصوات موسيقية جديدة ومختلفة تدمج بين الموسيقى الإلكترونية وعينات من الأصوات الموسيقية المسجلة. المسجد العثماني يتحول لأول مرة منذ تشييده إلى فضاء لاستكشاف أصوات موسيقية، بعد أن كان في غابر الأيام فضاء لترتيل القرآن. مسجد تيزداراكي تحول إلى متحف الفنون الشعبية اليونانية منذ 1918، وأعتقد أنه من الجميل أن تتفاعل المتاحف اليوم مع الجمهور ومع الفنون، ومن الرائع حقا أن يفتح هذا المتحف أبوابه لاستكشاف الأصوات الموسيقية المختلفة، لأنه مكان مناسب جدا لهذه التجربة. الفنان التركي سيفدات إريك قدم عرضه الذي سعى من خلاله لاستكشاف الصلات التي تربط بين الفضاء والآلات الموسيقية. فقبة المسجد مثلا أوحت له باختراع آلات موسيقية جديدة. العرض قائم بالأساس على الارتجال. لقد أوجدنا هذه الآلات لارتجال أصوات موسيقية، وفكرنا طبعا في الفضاء الحالي بقبته، كما فكرنا فيه عندما كان في وقت ما مسجدا، ولا ننسى أنه الآن متحف. لذلك عملت على وضع آلات موسيقية تتناسب مع كل هذا التحول الذي شهده المكان. هذا المعرض نظمته مؤسسة خاصة غير ربحية، وهي مؤسسة لوكس أتن، والتي تلقت دعما ماليا من مؤسسات خاصة. إذن هناك تعاون وتنسيق بين القطاع العمومي أي المتحف والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، والنتيجة هو هذا المشروع الذي استطاع أن يرى النور بفضل تضافر مجهودات الجميع. هذا المعرض الموسيقي بدأ من 29 من شهر مارس آذار الماضي، وسيتواصل إلى 27 من الشهر الحالي.